بالنسبة للمسابقة وأهميتها، إنه الفرق اللي مشاركة بهاي المسابقة فرق بتمثل دول، والدول هاي كلها الآن تلتقي في مكافحة الإرهاب، فهي فرصة إنه قادة الفرق هاي يتعرفوا على بعض ويعرفوا بعضهم، لأنه ممكن إنهم على الأرض يعملوا في مواقع أخرى. هاي السنة الثالثة لنا في بطولة المحارب الدولية الثانية، اكتسبنا مهارات عديدة، مثلا في اقتحام الطائرات، في اقتحام المناطق المبنية، في القتال في المناطق المبنية، في الاقتحام والقتال في المناطق المغلقة.